المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك. في إطار الحوارات التي نخصصها لقطاع الطيران بالمغرب، سوف نقربكم اليوم من النقل الجوي. ولتعريفكم أكثر على مديرية النقل الجوي ومهامها ومختلف الاستراتيجيات التي تقوم بها، يسعدني أن أرحب بالسيد طارق طليبي، مدير النقل الجوي. أهلا بك سيد طليبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيدتي على الاستضافة في هذه القناة. مرحبا بك سيد طليبي. أولا تحدثوا لنا عن أهم إنجازات المديرية خلال الفترة 2012-2015. بالنسبة لإنجازات مديرية النقل الجوي أو قطاع النقل الجوي عامة، فهي إنجازات جد إيجابية. نظرا للمؤشرات اللي عرفها القطاع بارتفاع حركة المسافرين بأرقام بالضعف من 2004 لغاية 2016، وكذلك ارتفاع معدل الشحن الجوي من 40 طن 50 طن لغاية 60 طن سنويا، وهذه المؤشرات تدفعنا لأكثر للشغل أكثر وإعداد استراتيجية لتثمين هذه المكاسب والرؤية المستقبلية. إنجازات المديرية النقل الجوي تتلخص في 5 محاور أساسية. المحور الأول هو تطوير النقل الدولي الجوي في إطار سياسة تحرير النقل الجوي وفتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة. كذلك هناك محور جديد اللي اشتغلنا عليه كثير، هو محور إنعاش النقل الجوي الداخلي، اعتبار لأهمية الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك فك العزلة عن هذه الأقاليم والجهات. المحور الثالث اللي هو تنمية الأنشطة الموازية والمرتبطة بقطاع النقل الجوي، سبيل المثال تنمية الشحن الجوي، تنمية طيران الأعمال وأشياء أخرى، بناء على دراسات استراتيجية اللي عدناها. المحور الرابع هو محور التواصل والتسويق. بما أننا ننجز مجموعة من المنجزات، يلزمنا نتواصلوا مع الفاعلين للتعريف بها وكذلك لتسويقها ولمعرفتها. المحور الخامس وهو الأساس هو التشريع وتقوية الترسانة القانونية لتأطير القطاع. بالنسبة للمحور الأول اللي هو قلنا تطوير النقل الدولي في إطار سياسة تحرير النقل الجوي وفتح الأجواء، اشتغلنا على مجموعة من الإجراءات. الإجراء الأول اللي اشتغلنا عليه هو تقوية القطب الجهوي للدار البيضاء. الدار البيضاء كهوب جوي بالنسبة كمركز نقطة، عبر فتح خطوط جوية جديدة في اتجاه إفريقيا وآسيا وأمريكا. وأصبح الآن مطار محمد الخامس، دار البيضاء محمد الخامس، نقطة مرور ضرورية للربط بأوروبا وآسيا وأمريكا بالنسبة لإخواننا الأفارقة. وأصبح مرتبط ب 87 مطار دولي، بينهم 27 في أفريقيا. الإجراء الثاني يلزمنا كذلك تطوير المطارات الجهوية، ولهذا عززنا الربط الجوي مع أوروبا خاصة في اتجاه هذه المطارات اللي هي مراكش، رباط، فاس، أكادير، طنجة، وجدة. وذلك كان عنده وقع إيجابي بالنسبة للسياحة والاقتصاد كذلك. وكذلك هناك طلبات كثيرة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في الخارج للربط نقطة نقطة من البلدان في الخارج للنقاط في المغرب، وعدم التمركز خاصة على مطار الدار البيضاء وفتح المجال للمطارات الأخرى للتقدم والتطور. وهذا أدى إلى تنوع العرض، أصبح الأرض أكثر وأصبح جد وفير وأصبح بأسعار جد منخفضة، وأصبح في متناول في تناول المستهلك. إذن هذا الربط أدى ل 61 مطار أوروبي مرتبط بهذه المطارات الجهوية، 29 شركة طيران أصبحت تشتغل من الاتحاد الأوروبي للمغرب، وكذلك هناك 607 رحلة أسبوعية بالنسبة لهذا. لتتمين هذا العمل هذه الإجراءات نشتغل كذلك في قانونيا في إبرام ومراجعة الاتفاقية الثنائية، خصوصا مع الدول الإفريقية اللي جعلها أكثر تحررا لتمكيننا من ضخ عدد كبير ووافر من الرحلات بدون قيود. ومواكبة لهذا العمل كله، الدولة كذلك يجب حماية الشركة الوطنية المغربية من التنافسية، ولازم تخدم جديدة فيها. وقعنا عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية، هذا العقد ممتد من 2011-2016، برنامج استثماري يبلغ 9.3 مليار درهم. هذا البرنامج أدى لإعادة هيكلة الشركة، تجويد الأسطول الجوي، كما مؤخرا هناك طائرات من طراز جديد دريم لاينر بوينغ 787، وكذلك
أمبراير بالنسبة للرحلات القصيرة المتوسطة المدى بعدد ركاب 100 مقعد، وكذلك اقتناء طائرات جديدة للرحلات الداخلية حتى يتسنى لها مواجهة التحولات الناتجة عن التحرير. بالنسبة للمحور الثاني اللي هو متعلق ومحور جديد ونشتغل عليه بأكثر جدية وصرامة، هو إنعاش النقل الجوي الداخلي، اعتبارا كما قلت الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة. وتصدر الإشارة أن هذا الإنجاز جديد بالنسبة للوزارة وكان له واقع إيجابي وملموس في التطور. ابتدأنا يعني في العمل في سنة 2012. الاتفاقية الأولى ابتدت في 2013. هناك 7 اتفاقيات شراكة موقعة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وزارة الداخلية، وزارة المالية، والجهات أو الوكالات لتنمية الجهات كذلك، مع الشركة الوطنية الخطوط الملكية المغربية لإنعاش 9 خطوط جوية داخلية مرتبطة أساسا بمطار الدار البيضاء. الغلاف المالي للسنوي أعطيناه 162.7 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بمبلغ 70 مليون درهم، أي 3 أجزاء من 7. هاد الإجراءات كلها وهذا الدعم اللي عملت الدولة أدى بارتفاع عدد الركاب والحركة الجوية، وكذلك ارتفاع سنوي متوسط ب 11% خلال فترة 2012-2015. هذا فيما يخص إنعاش النقل الجوي الداخلي. أما بالنسبة للمحور الثالث والمتعلق بتنمية الأنشطة الموازية المرتبطة بقطاع النقل الجوي، اعتمادا على دراسات استراتيجية عندنا في القطاع النقل الجوي، عندنا خريطة طريق بالنسبة للشحن الجوي. هاد الخريطة الطريق هي عبارة عن مقاربة مندمجة مع جميع الفاعلين في القطاع، وأذكر للحصر المكتب الوطني للمطارات، الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، كذلك وزارة المالية الجمارك والوكالة اللوجيستيك ووكالة أخرى، في إطار اتفاقية شراكة اللي هتكون وقعناها في الشهر في الأشهر السابقة من 2016-2020، وهي اللي تعطينا المقاربة المندمجة واللي كتعطي التزامات ديال كل فاعل على حدة من أجل تنمية الشحن الجوي في المستقبل. نحن بصدد إعداد دراسة بالنسبة للطيران الأعمال بالمغرب لجعل المغرب رائد في الميدان على المستوى الجهوي والأفريقي. كذلك موازنة مع ما قمنا به في إنعاش النقل الجوي الداخلي، نقوم الآن بدراسة وهي قريبا إن شاء الله غاية شهر شتنبر هتكون في إنهاء في الطور الأخير منها، والهدف منها تطوير الشبكة اللي عندنا الحالية اللي كتربط الدار البيضاء بمطارات أخرى، وإحداث قواعد جهوية. كنفضلوا دابا الآن كنقولوا بأن لازم نحدث قواعد جهوية بالنسبة للجهات على حسب تقسيم الجهوي الجديد، تضاف إلى قطب الدار البيضاء، وتتمين كذلك المكاسب اللي عندنا في الرحلات بالنسبة للدار البيضاء ونقاط أخرى. هذا فيما يخص الأنشطة الموازية. بالنسبة للمحور الرابع اللي قلت سابق والتواصل والتسويق، بما أننا احنا نشتغل في هذه المنجزات لازم تسويقها ولازم التواصل مع الفاعلين يعرفون شنو كان نعمله في القطاع. دونك إذا احنا نشتغل الآن في بناء ولإنشاء مرصد حقيقي للنقل الجوي، والآن في إطار هو الإنجاز، ولكن مهام هذا المرصد نقوم بها الآن مديرية الطيران النقل الجوي عبر إصدار تقارير لتتبع وتحليل المعطيات الوطنية والدولية وتوفير المعلومات في هذا الحق للنقل الجوي، وعبر التواصل المباشر نقوم بتسويق منجزاتنا من خلال المساهمة والمشاركة في تنظيم معارض دولية، حيث شاركنا في تنظيم معرض مراكش إيرشو في هذه السنة. السنة المقبلة إن شاء الله هنشاركوا في تنظيم معرض ميباشو بالنسبة لطيران الأعمال، والوتيرة اللي أخذنا كل سنة كنعملوا معرض. بالنسبة للمحور الخامس واللي هو التشريع وتقوية الترسانة القانونية لتأطير قطاع النقل الجوي، ساهمت المديرية في إعداد مدونة الطيران المدني التي تمت مصادقة عليها مؤخرا، ونشتغل حاليا في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالنقل الجوي وتتعلق أساسا بحماية المسافرين، ترخيص العمليات الجوية وأشياء أخرى.
أكيد. وماذا عن الاستراتيجية التي تقومون ببلورتها فيما يخص تطور أو تطوير النقل الجوي؟ بالنسبة للاستراتيجية المتعلقة بتطوير النقل الجوي، هي ابتدأت من سياسة تحرير النقل الجوي. هذه السياسة هذه ابتدأت في غضون سنة 2004 اللي كانت توجهت بالاتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية سنة ديسمبر 2006، وكذلك توقيع على اتفاقية ثنائية أكثر تحررا مع الدول العربية وإفريقية وبعض الدول الأسيوية والأمريكية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المسافرين من سنة 2006 إلى 2015 من 8.5 مليون إلى 15.8 مليون مسافر، العدد بالضعف تقريبا. ولتعزيز وتدعيم مكاسب اللي اكتسبناها في سياسة تحرير النقل الجوي ومواكبة التحولات التي عرفها هذا القطاع، وضعنا استراتيجية مندمجة وطنية للطيران المدني المعروفة باسم أجواء، اللي هنشتغلوا عليها في 20 سنة المقبلة من 2015 تل 2035 ترتكز على 8 محاور استراتيجية. 8 هذه المحاور استراتيجية تهم جميع قطاع الطيران المدني برمته، منه قطاع المطارات، محور المطارات خاص المطارات، محور خاص برفع الطاقة الاستيعابية بالنسبة للأجواء، كذلك محور تدريب العاملين في المجال، محور الحكمة، ومحاور أخرى اللي أتؤدي لتنمية هذا القطاع والبلوغ للأهداف اللي رسمناها والمرتقبة في أفق 2035. الآن حاليا عندنا تقريبا ما بين 17 و18 مليون مسافر سنويا، ونريد في أفق 2035 الوصول إلى 70 مليون مسافر. كذلك بالنسبة للشحن الجوي، الآن عندنا ما بين 60 ألف و70 ألف طن من الشحن الجوي، نريد أن نصل إن شاء الله 182 ألف طن من الشحن الجوي، ورفع الحركة الطائرات من 160 ألف الحالي سنويا إلى 515 ألف حركة. تحدثوا لنا عن الاتفاقيات التي تقومون بإبرامها في مجال النقل الجوي. في الأول أريد التحدث عن المعاهدات الدولية حيث المغرب متعلقة بالطيران المدني، حيث المغرب صادق على جل المعاهدات الدولية التي تؤطر القطاع، منها معاهدة شيكاغو اللي صادق عليها في 1957، معاهدة وارسو للنقل الجوي الخاصة بالنقل الجوي في 1961، ومعاهدة مونريال في 2011، وكذلك صادق على جميع المعاهدات المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة الجوية. بالنسبة للاتفاقية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالخدمات الجوية، المغرب صادق على 73 اتفاق إفريقيا، في إفريقيا 39 اتفاق مع الدول الإفريقية اللي قلنا في الأول كانت بتبدأ باتفاق كلاسيكي، هذه اللي مر الاتفاق هيكون متحرر لمنح فرصة للحركة الجوية للتطور. كذلك بالنسبة لأوروبا هناك 4 اتفاقات مع الدول، بالإضافة إلى اتفاق الأجواء المفتوحة مع الدول الاتحاد الأوروبي ل 27 بلد و4 دول مشاركة. بالنسبة للقارة الأمريكية، المغرب وقع 4 اتفاقات مع دول القارة الأمريكية، بالإضافة إلى اتفاق الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة. آسيا 11 اتفاق، وبالنسبة للشرق الأوسط جل دول الشرق الأوسط 13 بلد، كلها المغرب موقع مع اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي. نعم. وبالنسبة للخطوط الداخلية، كيف تقومون بإنعاش هذه الخطوط؟ كما قلت سابقا بأن إنعاش الخطوط الجوية الداخلية تساهم في رفع العزلة على الجهات المعنية وتحسين جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، وكذلك تسير الولوج لهذه الجهات من طرف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج عبر قطب الدار البيضاء. لهذا اشتغلنا على التوقيع على 7 اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية والداخلية والجهات وشركة الخطوط الملكية المغربية من أجل دعم وإنعاش هذه الخطوط. الهدف من هذه الاتفاقيات هي دعم التعرفة ولدعم الأتمينة لإيجاد أتمينة أقل كلفة وتوفير الرحلة الجوية بأسعار جد مشجعة. ما بين السعر الآن أصبح يتراوح ما بين 300 درهم و 1000 درهم للرحلة الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع حركة النقل الجوي الداخلي. أصبح المغاربة يركبون في الطائرة، هذا ب 16%
اللي كانت سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013 و 3% سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014 مع نسبة الملء بالنسبة لها الطائرات اللي أصبحت جدا مشجعة. يعني هناك تطور في هذا الناحية. أيوة. هناك تقليص أيضا للوقت وللجهد للوقت أكيد. وهناك تنافسية أصبحت ما بين النقل الجوي والأنماط الأخرى للنقل أكيد. أيضا من بين مهامكم تتبع مرصد النقل الجوي، تحدثوا لنا عن هذه النقطة. نحن الآن في صدد إعداد هذا المرصد، وكنشتغلوا الآن في إصدارات سنوية، إصدارات دورية بالنسبة للمعطيات المتعلقة بالنقل الجوي. الأهداف من في انتظار إنشاء هذا المرصد اللي يخرج حيز الوجود في السنوات المقبلة. الأهداف من هذا المرصد اللي قلنا هي معالجة ونشر جميع المعلومات المهمة ذات الصلة بقطاع النقل الجوي، تحليل المؤشرات الإحصائية وآليات إجراء الخبرة، وبناء التصورات التوقعية المستقبلية، رصد المعطيات الظرفية الكونجونكتور الوطنية والدولية، وكذلك مراقبة استراتيجية ودعم اتخاذ القرارات بالنسبة للدراسات المستقبلية. الإصدارات اللي كنقولوا إن شاء الله اللي هيكونوا اللي متوفرة الآن واللي هنحاولوا نوفرها بطريقة أجود هي التقرير السنوي للمرصد اللي هيكون سنوي، كذلك نشرة فصلية للمرصد تتهم تحليل برامج استغلال الخدمات الجوية لشركات النقل الجوي خلال المواسم. كما تعلمون بأن هناك موسمين بالنسبة لحركة النقل الجوي، كاين موسم صيفي وموسم شتاء اللي فيه ستة أشهر. نعم، وما هي الرؤية الاستشرافية للمديرية؟ أولا سوف نقوم بإنجاز دراسة لتنزيل وتفعيل الاستراتيجية المهمة اللي تحدثت عليها قبل، الوطنية للأجواء. نعم. فوق 2015-2035. بعد ذلك تعزيز وتقوية الربط الجوي بقوط الدار البيضاء مع القارة الأسيوية. نعم. والقارة الأمريكية التي يحتقون بأن القطب الدار البيضاء مرتبط أساسا كثيرا مع القارة الأفريقية عبر خلق خطوط مباشرة من قطب الدار البيضاء إلى مثلا إلى بكين أو إلى 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 دول أخرى، بومباي إلى دول أخرى في آسيا، وكذلك تدعم تقوية الخط مع آسيا مع أمريكا اللاتينية. نعم. حيث الآن هناك رحلات بالنسبة للبرازيل. نعم. ريو جانيرو وساو باولو وشمال أمريكا، ولكن لازم نشتغل في دول أخرى. نعم. أرجنتين، شيلي، باراغواي، أوروغواي، كذلك تنفيذ استراتيجية المهمة لتطوير النقل الداخلي بعد إنجاز الدراسة اللي تكلمت عليها سابقا. نعم. تطوير النقل الشحن الجوي بالمغرب بعد ما قلنا الاتفاقية اللي تكلمنا عليها في الشحن الجوي، وتطبيق خريطة الطريق والتزامات جميع الفرقاء اللي تكلمنا عليهم، إنشاء المرصد والعمل بالمرصد النقل الجوي في إطار شراكة مع جميع الفاعلين للحصول على المعطيات، وهذا حماية حقوق المسافرين. وهذه النقطة هذه أساسية كنت تكلمت عليها قبل في بالنسبة للتشريع. الآن هيكون التشريع في القانون مدونة الطيران المدني، هناك مجموعة من الأبواب تتكلم على حماية حقوق المسافرين. لازم تطبيق هذه الأبواب عن طريق إجراءات اللي هنقوم بها وآليات لحماية المستهلك. نعم. للتعويض المستهلك في حالة مثلا تأخر طائرة. نعم. حتى إلغاء طائرة. نعم. وضع مقاربة جديدة لمباشرة المفاوضات من أجل إبرام الاتفاقات الجوية، وهذه المقاربة هتكون المفاوضات مع الكتل. نعم. لأن الطباعة بالنسبة لآسيا ماشي هي الطباعة بالنسبة لأفريقيا، ماشي هي نفس منظومة الاقتصادية ولا الاجتماعية. إذن حتى الاتفاقيات الدولية مع هذه البلدان لازم يكون عندها ملائمة وذا طابع خاص. إحداث قطب جهوي للنقل الجوي بالنسبة للمدينة الداخلة، خاص بالربط الجوي بين الدول الإفريقية، وخصوصا بعد الخطاب صاحب الجلالة نصر الله المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية. وفي الأخير كرؤية هناك إعداد مخطط عمل للنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة في مجال النقل الجوي. نعم سيد طارق طليبي، نتمنى لكم التوفيق في كل هذه المهام إن شاء الله، وشكرا على تلبية الدعوة وعلى كل هذه التوضيحات التي قمتم بتقديمها لمشاهدينا. شكرا لك. شكرا سيدتي على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا بك.
أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن متابعتكم وإلى لقاء مقبل بحول الله.